وعاد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن، وده زي ما حضراتكم عارفين بعد زيارة قصيرة أجراها للأردن. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا هو والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كانوا عقدوا مجموعة من المباحثات تقدر تعتبرها طبعا بروتوكوليا وواقعيا هي مباحثات قمة في العاصمة الأردنية عمان، بتتناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية ويمكن بالتحديد كمان على قطاع غزة. لا زال محور الاعتدال، يعني لو حبينا نسميه بهذه الطريقة، محور الاعتدال ما بين مصر والأردن يقود هذه المباحثات. لازالت المفاوضات مستمرة، الهدف والغرض الرئيسي هو أن احنا نقدر دلوقتي نوصل إلى هدنة طويلة قدر الاستطاعة وصولا إلى إيقاف كامل ونهائي لإطلاق النيران، لعلنا نصل إلى مقاربة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته أرض الوطن متوجهين إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ولدى الوصول للعاصمة الأردنية عمان كان في الاستقبال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وتأتي الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن التوافق على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في ظل ما يتعرض له القطاع وسكانه من كارثة إنسانية تصل إلى حد المجاعة وتدمير سبل العيش، محذرين من العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وعقب انتهاء الزيارة عاد السيد الرئيس والسيدة قرينته بسلامة الله إلى أرض الوطن.